J'espère انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير واموركم مزيانه وكل شيء عندكم هو هذاك. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد عندي في القناه. اول حاجه قبل ما نبدا الموضوع ديال الفيديو ديالي ديال اليوم بغيت نقول لكم سمحوا لي بزاف على هذه الغيبه الطويله اللي درت لكم في يوتيوب. صراحه ماشي لخاطري، كان خاصني ضروري ناخذ واحد الاستراحه من هذا الشيء اللي كندير، حيت حسيت في واحد اللحظه بحال قربت بزاف من يوتيوب واهتميت بزاف في يوتيوب ونسيت راسي، نسيت الاهتمام براسي، نسيت انني وليت كنحس براسي ما بقاش داك التوازن ما بين داكشي اللي كندير وما بين يعني الاهتمام بذاتي انا، خصوصا ان يعني باش ديري تصوري فيديو تمونطيه وميم طون راكي خدامه عندك خدمتك اباغ على يوتيوب وعاد يعني تهتمي براسك شويه صعيبه. دونك خاصني ناخذ واحد الاستراحه باش نقدر نرتب كل شيء وكل حاجه تمشي في بلاصتها. وداكشي اللي درت حاولت انني نرتاح شويه من يوتيوب، ننسى ندير اوف باش يلاه نعاود نبدا من جديد، خصوصا ان ملي كتشوفي باللي قلت لكم البنات، خصوصا ملي كيكون داك انعدام التوازن ما بين داكشي اللي كتعطي وداك المقابل اللي كتاخدي، هنا كيكون بحال واحد شويه ديال الاحباط، كتحسي باللي كتدوري غير في الخوا. دونك كان خاصني ناخذ واحد الاستراحه باش نقدر نستجمع ديك القوى من جديد. و فوالا انا رجعت لكم. دونك ندخلوا في الموضوع ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم. اليوم ان شاء الله غادي يكون الموضوع ديالنا خياطه. غادي نوريكم كيفاش تستغلوا السراول اللي غير حاطينهم وما بقيتوش كتلبسوهم. مثلا سروال كيجي كبير اولا ما بقاش كيعجبك الستيل ديالو اولا دازت الموضه ديالو. اليوم ان شاء الله عندي واحد السراويل اللي هو هذا انا اللي لابسه. الا بغيتوا تعرفوا هذا الموديل ديال الصايا اللي درت ليها تسميطات هادو من الفوق اللي كانت سروال، خليكم معايا في الفيديو حتى الاخر، غادي نوريكم بلي ديتاي كيفاش بدلت السروال من سروال اللي هو عادي وما بقيتش كنلبسو دي موضة لصايا اللي كيوت شيك تقدي تلبسيها وتستغليها عوض ما يبقى السروال غير محطوط. دونك هذا هو الموضوع ديالنا اليوم ان شاء الله. ما تنساوش تخليو ليا لي لايك ديالكم الا كان كيعجبكم المحتوى، شاركوا في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي حاجه حتى جديده. دونك نبداو الفيديو ديالنا. الو لي في، هذا هو السريويل ديالي اللي غادي تكون اليوم عليه ان شاء الله تجربه. كنت ديجا خديتو صراحه ما عمري لبستو ولقيت بلي محطوط عندي مده هادي وما كنلبسوش، يعني ما مستغلاش، قلت علاش ما نردوش صايا نولي نستغلو حيت الصايا تكلبسهم اكثر من السراويل. اول حاجه غادي ندير هو تقطع، غنقطعوا هاد لابارتي كامله من هنايا، غنحلو من بين الرجلين، عاد غادي ناخد الطول اللي يناسبني في الصايا، عاد غادي نبدا نخيط. دونك نبداو باول حاجه هو التقطع. فوالا لي في، من بعد ما قطعت السريويل ديالي كيولي بحال هكا مشروط. دابا اللي غادي ندير هو انني غادي ناخذ العبار ديال الصايه ديالي قداش بغيتها، عاد غادي نقطع من التحت، ومن بعد غادي نخيط هاد الطريفات بحال هكا. هذا غيتخيط مع هنا وهذا غيتخيط مع هنا باش تسد لينا الصايه ديالنا ما يبقاش. وتحاولوا البنات ما امكن ان في الخياطه ديالكم ما تزيكزاكيوهاش هنا، يعني الخياطه ما تكونش مزعزعه هنايا حيت غيبقى يبان لكم الديفو، حيت الثوب ملي كيكون واقف اي عويجاج في الخياطه كيولي يبان. دونك دابا غادي ناخذ الطول ديال الصايه ديالي ونرجع معاكم. ودابا لي في جبت صايه اللي كتجيني مزيانه في الطول، هي اللي غادي نعبر عليها عوض ما ناخذ المترو ونبقى عاد نعبر ونعلم وكل شيء. غادي ناخذ صايه هي اللي غادي نحط عليها العبار نيشان، وما تنساوش تخليو شويه ديال الثوب يعني على حساب العبار ديال الثنيه، يعني على حساب هذا العبار ديال الثنيه هنايا، ما تقطعوش مثلا من هنا،
كتخلي واحد 4 سنتيمتر هي اللي كتقطعوا عليها باش ملي كتنيو ما كتجيكمش الصايه قصيره. دونك انا هذا هو العبار اللي غادي ناخذ، غنديرها شويه طويله على هذه حيت هذا الثوب شويه ملي كتقيد تمشي كيبدا يطلع، دونك غنديرها شويه طويله عليها. دونك هذا هو العبار ديالي غادي يكون تقريبا هنايا. خديت العبار ديال الطول ديال الصايه ديالي قطعتها ولا بحال هذا الشكل هذا. هاد الطريفات اللي شاتو ليا من التحت ليكم الاختيار، يا اما ديريهم تقطعوهم العبار اللي يجيكم بحال السميطات يعني تجيكم بحال صايه صالوبيت من الفوق، يعني تقطعوا العبار ديالكم وتلصقوهم من التحت، اولا تحيدوهم تصغناو عليهم، ولا ديروهم من التحت بحال زويويقات يعني بحال بليات من التحت بحال هكا، تشدوهم وتنيوهم بحال هكا وتلصقوهم من تحت الصايه ليكم الاختيار، يا يعني اما تضيفوهم اولا ما تضيفوهمش. انا صراحه مازال ما عرفتش حتى نشوف نخيط الصايه بعدا ونلبسها ونشوف العبار ديالها واش جاني هو هذاك، عاد نشوف هادو شنو غادي ندير بهم من بعد. ودابا لي في غادي نبدا الخياطه ديالي. بالنسبه لهاد القنت هذا خرجوه من الصايه، ما تدخلوش في الخياطه حيت الا مشيتو تدخلتو غتجيكم الصايه عوجه من اللور، غادي تبقى تبان لكم بحال مبوطه، دونك هاد الجنيب هذا يخرج. دونك دابا غادي نبدا الخياطه ديالي ونسد هاد الجنيبات ويحن الله ديك الساعه. ديالي اللي كان اصلها سروال هنايا سديت ليها هاد الجنيبات هادو. بالنسبه لهاد الشيء اللي كيبقى شايط هنايا قطعوه وديروا ليه السورجي من الاحسن باش ما يبقاش هاد الخيط كيتسل من الصايه، كيولي المنظر ديالها ما زوينش، باش تجيكم فينيه من الداخل ومن برا. دابا اللي غادي يبقى لي هو التكفيفه ديال التحت، كتنيو القياس الا كنتو نتوما دايرين بحساب 4 سنتيم كتنيو هاد القياس بحال هكا وكتعاودوا تنيو. كنتو دايرين العبار ما كبيرش بزاف اولا الصايه درتوها تقريبا حدو قدو كتنيو غير تنيه خفيفه، يعني كديرو غير بحال هكا والتنيه الثانيه تكون خفيفه غير بحال هكا. كنتو دايرين بحساب يعني كاين عبار تنيه كديرو تنيه كبيره. الطريف اللي شاط ليا من السروال ديالي يعني دوك الرجلين التحتانيين، كما قلت لكم لكم الاختيار، يا اما تقطعوهم طوالين وديروهم بحال سميطات الصايه ديالكم من الفوق، اولا تزينوا بهم الصايه من التحت ولا ترميوهم ولا المهم نتوما تعرفوا كيفاش، زعما واش تبغيو تكون الصايه مزينه بشي حاجه اخرى اولا تكتفيو غير في الصايه بوحدها. هنا كنشد هاد الطريف هذا اللي شاط ليا غادي نقطعو طويل بحال هكا، غنقطعو جوج طريفات طوال، من بعد غنلصق طرف مع طرف وغادي نسد من هنا باش يعطيني ديك السميطه ديال الصايه، عاد نقلب السمطه ديالي. اي فوالا البنات هادو هما الطريفات ديالي، كنديروهم هكا طوالين ويكونوا شويه عراضين باش ملي تخيطوا ما يجيكمش رقيق بزاف، يبقى شويه عريض. دابا غادي نلصق طرف مع طرف من هنايا، غادي نلصق طريف مع طريف وعاد غادي نسدهم من جناب. هذا هو الحبيل ديالي البنات من بعد ما خيطتو وقلبتو. بالنسبه للطريقه ديال القليب ديال بحال هكا بغيتو ديرو سميطات ولا حبوله، كتاخذوا معلقه ولا شي حاجه طويله كتدخلوا من الراس بلاتي نوريكم في هذه،
كتدخلوا الراس كتحاولوا تشدوا هذا يكون داخل من هنا، يعني هذا الراس اللي ديال الحبل يبقى في الراس ديال المعلقه، باش ملي كتدفعوا ملي كتخشيو المعلقه وكتدفعوا الراس كيبقى يخرج لكم هذا الرويس هذا اللي وحلتوه في الراس ديال المعلقه من الاول. من بعد كتخرجوا المعلقه وكتجرفتوا بحال هكا. كيبقى لكم السميطه ديالكم ولا داك الحبل ولا داك الشيء اللي بغيتوا ديروا كيبقى لكم فيني من هنايا، ما كيبقاش يبان داك الخياطه ديالها. دابا غادي نقيسوا على الصايه وغادي نشوف العبار ديالي باش نلصقوا فيها نيشان. سالينا البنات هذا هو الشكل ديال الصايه ديالي من بعد ما ركبت ليها هاد السميطات ديالها. تاكدوا باللي السميطات خاصهم يجيوكم قد قد، ما يجيش واحد طويل واحد قصير حيت غادي يبقى يطيح لكم من الكتاف. كما قلت لكم قبل لكم الاختيار، بغيتوا تزيدوا هاد السميطات زيدوهم، ما بغيتوش تزيدوهم يعني نتوما حرين. انا عجبني داك الشكل ديال السميطات اللي كيكونوا في الصايات من الفوق. تلبسوها مع قميجه ولا كولمونتي ولا اللي بغيتوا. كيجيني انا هاد الشكل هذا ديال الصايات اللي فيهم دوك السميطات من جهه الكتاف كيجيوني كيوت كثر. دونك دابا غادي نخليكم مع الصايه ديالنا وهي ملبوسه.